الشيخ الكبير يمكن شي صعيب الحالة صح. الشيخ اصبحت ابو تطلع مشاهدي قناة شعب قناة شوف تفاهم. مرحبا بكم في البث المباشر العاجل مباشرة من مدينة المحمدية. كما كنتم معنا مشاهدين الكرام في اللحظات يعني باخرة تصارع يعني في اعماق البحار. كما كنتم واحد المشهد اللي هو مرعب جدا كما كنتم معنا مشاهدين الكرام. يعني صراحة الله يحضر السلامة الله يحفظهم الله يحفظهم ساكن. واحد المشهد تخيلوا معايا ان الباخرة كتلعب الاخوان. شوفوا معايا واحد المشهد اللي هو مرعب ان الباخرة كتبقى تطلع وتنزل. يعني شوفوا واحد المشهد اللي هو صعيب الاخوان. شوف شدي شوف شدي شوف شدي يعني الاخوان مشهد مرعب صراحه. الله يحفظ الله يحفظ الناس هذو مساكن. الله يدير لهم شي تاويل الخير الله ينجيهم والله يحفظهم. دعواتكم الاخوان الله يخرجهم على خير. خصوصا انا كنشوف يعني الناس في اعماق البحار. دابا البحر هايج واحد الهيجه اللي هي صعيبه بزاف. فكنتمناو من جميع الناس انهم يردوا البال. نحن وريوسنا ما نغامروش مع الواحد لان يعني كما كنشوف ان البحر طالع بزاف الاخوان. يعني الباخره يعني راهي واحد الوسط الاخوان. كما كنشوفوا معنا الباخره وسط البحر يعني كنتسنى لهم حتى باش انها تدخل المرسى. يعني كنشوفوا انها كتلعب الاخوان. شوفوا كيفاش تلعب يعني المملكه يطلع ما كتبقاش تبان بعض المرات. الله يحفظ الله يحضر السلامه الله يدير الشوي ديال الخير. ادعيو مع الناس هادو الله يلطف بهم الله يحفظهم. صراحه واحد المشهد اللي هو مرعب. تخيلوا معايا حنا هنايا ومخلوعين على الناس هادو مساكن. فما بالك الناس اللي مساكن يعني وسط الباخره كتلقى ان الموجه كتضرب. فشوفوا معايا الاخوان فحنا بعاد يعني وما كتبانش مزيان. يعني فما بالك يعني كتضرب موجه الاخوان. تخيلوا معايا كتضرب موجه كتبان لك الباخره كتمشي جنب كتميل. فشوفوا معايا الاخوان شوفوا شوفوا على الله يا ربي الله يحفظهم الله يحفظهم الاخوان الله يحفظهم الله ينجيهم. ان شاء الله يرجعوا سالمين ان شاء الله المنازل ديالهم. يرجعوا سالمين ان شاء الله العائلات ديالهم. كما كنتم معنا مشاهدينا الكرام مشهد مرعب صراحه مباشره من مدينه المحمديه. البحر هايج بزاف اليوم الاخوان. هذه رساله الله يرحم الوالدين كنتمناو من جميع الناس جميع الصياده مالين الفليك الباطوات الباركوات ما نغامروش بالارواح ديالنا. هذا الوقت هذا ماشي ديال الخروج. راه شحال من واحد غرق. هذه رساله لبعض الشباب الله يهديهم اللي كيبغيو يحرقوا كيبغيو يهاجروا. فهانتوما شوفوا باخره قداش باخره عملاقه الاخوان عملاقه. ها هي واحده دابا كتشوفوا معايا انها كتميل ملي كيضرب الماء يعني كتمشيو تجي. شوفوا كيفاش كتهز شوفوا كيفاش كتهز الاخوان شوفوا كيفاش كتهز. يعني الله يحضر السلامه والله يحفظ الله يلطف بها مسكينه الله يلطف بينا والله يلطف بهاد الناس اللي راكبين بها. صراحه العمال يعني طرد ديال الخبز صعيب. الله يسهل عليهم الله يدير لهم التاويل ديال الخير والله يحفظهم. كما كنتم معنا مشاهدينا الكرام يعني راه واحد المشهد البحر طالع بزاف. يعني ما يمكنش البحر طالع واحد الدرجه اللي ما كنتصورش. كما قلنا البحر طالع على الباخره ملي كتضرب شي موجه الاخوان الباخره كتبان لك طلعات وهبطات. فشوفوا معايا مشاهدينا الكرام ها هي يعني غادي تبان لك دابا الباخره شو 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 قداش كتبان يعني كتهبط نصها كيهبط كتضرب شي موجه قاصحه يعني مع البحر. يعني البحر طالع فالله يحفظ الاخوان. فشوفوا معايا البحر كيدير يعني البحر راه هايج بزاف اليوم. هذه رساله الله يرحم الوالدين لجميع الناس الناس الصياده تاخذوا الحيطه والحذر. راه كتبان لك الباطو كيطلع ويهبط الاخوان ملي كتضرب شي موجه قاصحه كيبان لك الباطو طلع ونزل. الله يحفظنا والله يلطف بينا والله يشوف من حالنا والله يدير لنا التاويل ديال الخير. فكنتمناو من جميع الناس انكم تاخذوا الحيطه والحذر ردوا البال نحذوا ريوسنا. يعني شوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني هاي الباطو يعني في اللحظات السجادات. يعني تخيلوا معايا احنا غير هنايا الاخوان غير هنا كتكون غير كتعوم كتضربك شي موجه كبيره. فما بالك هما اللي في اعماق البحار كتلقاهم دابا راهم الداخل يعني مقاتلين كما كتشوفوا. الله يحسن عوانهم الله يدير لهم التاويل ديال الخير. ندعوا مع هاد الناس هادو ندعوا مع هاد الناس هادو الله يحفظهم الله يحفظهم الاخوه الله يخرجهم سالمين ان شاء الله. حط البحر راه عايش بزاف. فهذه رساله هذه كنقول نوجهك يعني تحيه وتقدير لجميع الصياده جميع البحريه الناس اللي كيضربوا تماره الناس اللي كيمشيو لاعماق البحار باش انهم يجيو يجيبوا لنا الاسماك ويجيبوا لنا الحوت ما ناكلو حنايا. فشوفوا مساكن تماره اللي كيضربوا هاد الناس هادو. شوفوا مساكن يعني العذاب اللي كيدوز على هاد الناس باش انهم يجيبوا واحد اللقمه ديال العيش ديالهم طرف ديال الخبز حلال. فشوفوا معايا مشاهدينا الكرام ندعيو مع هاد الناس هادو الله يدير لهم التاويل ديال الخير الله يحفظهم الله يرحمهم والله يدير الله يشوف من حالهم. مشاهدينا الكرام صراحه واحد المشهد اللي هو صعيب صراحه ما تقدرش تشوفوا الا هنايا في مدينه المحمديه. يعني باخره تصارع في اللحظات كما كنتم معنا مشاهدينا الكرام يعني كطلع وتهبط. يعني كما كتشوفوا ان الممل اللي كيضرب كتبان لك الباخره كطلع وكتنزل. يعني شوفوا معايا يعني اعماق البحر طالع بزاف الاخوان. البحر طالع لواحد الدرجه ما كتصورش.
الله يحفظنا، الله يلطف بينا، الله يشوف من حالنا، الله يحفظ هاد الوليدات هادو وهاد الناس كاملين اللي داخلين وسط البحر. يعني صراحه مشهد مرعب. شوف شوف البحر الاخوان كيفاش، شوف الماش البحر هايج بزاف الاخوان. البحر الله يحفظنا والله يلطف بينا، الله يحفظنا، الله يدير لنا الشوي ديال الخير. صراحه واحد المشهد اللي هو مرعب، يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام البحر طالع بزاف لواحد الدرجه راه ما كنتصورش. يعني كما كتشوفوا البحر طالع لواحد الدرجه راه ما كنتصورش، البحر هاج. يعني الله يحفظنا والله يلطف بينا. يعني هذه رساله الاخوان، الله يرحم الوالدين. هذه رسالة الإخوان بالنسبة للناس اللي كيقول لك واه الحوت غالي، وهاد الناس مالهم اش كيديروا ليه، وهاد الناس راه الله يحفظهم. راه شحال من واحد مات ليه باه وسط البحر، راه شحال من واحد مات ليه الأب ديالو غارق وسط البحر، راه شحال من واحد من البحري مسكين كان داخل بفلوكة ديالو باش أنه يجيب لقمة العيش لوليدات ديالو مات غارق. شحال من واحد فقد الحياة ديالو بالغرق. فالله يرحم جميع الناس اللي ماتوا، والله يرحم جميع الاصدقاء اللي توفاو. يعني انا شخصيا كان عندي صديق ديال الاخوان حتى هو يعني كان معجب، يعني دعا لنا نذكر الاسم ديالو، كان معجب بالهجره وكان باغي يحرك. اقسم بالله الاخوان وصلتني معلومه، يعني نهار اللي ضرب الزلزال جيت نصور قالوا لي راه مسكين غرق فلوكه مالو كان غادي يحرك. الله يرحم الوالدين الاخوان، حيدوا الفكره من راسنا. راني مكتب لي الله شي واحد شي حاجه راه مكتبها ليه. راه ما يمكنش اننا ولينا كنشوفوا بعض الشباب كيفكروا في الهجره اكثر ما انهم كيفكروا انهم يديروا مستقبل، اكثر ما انهم يفكروا يطوروا راسهم ويعشقوا حياتهم. راه كاين بزاف ما يدار، ما لقيتش ما دير غير المشروع، وباغي تهاجر هاجر بشي شي طريقه اللي هي شرعيه. شو الماج الاخوان، يعني الماج يعني عاليه، البحر عايش لواحد الدرجه راه ما كتصورش الاخوان. الله يدير الشوي ديال الخير. شو كينزلاش الاخوان، شو كينزلاش. يعني هانتوما يعني واحد المشهد صراحه، الله يحفظ الاخوان، الله يحفظنا، الله يدير لنا الشوي ديال الخير، الله يشوف من حال هاد الناس هادو. صراحه مشهد مرعب، مباشره من مدينه المحمديه باخره، يعني كما كنقولوا حنايا اللي كنتسنى الوبته باش انها تدخل الميناء. يعني شوفوا معنا، الله يحضر السلامه، الله يدير لهم الشوي ديال الخير. كما كنتشوفوا معنا مشاهدين قناه شعب قناه شوف دابا، مباشره من مدينه المحمديه باخره، بعض اللحظات تصارع في اعماق البحار من اجل يعني كما قلنا يعني الله يحفظها، الله يدير لهم الشوي ديال الخير، الله يعاون هذوك الناس، الله يعاون هذوك الناس، الله يعاون هذوك الناس، الله يدير لهم الشوي ديال الخير، الله يحفظهم والله يلطف بينا. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من مدينه المحمديه، يعني كل شيء كما كتشوفوا معنا، يعني بحر هائج كثير الهيجان هنا مدينه المحمديه. الله يحفظ، الله يدير الشوي ديال الخير. يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدين قناه شعب قناه شوف تيفي، يعني هانتوما يعني غبرات هاد اللحظات، غبرات يعني هانتوما يدتش غبر، يعني البحر هايج بزاف. نعتذر يعني الاخوان كما كتشوفوا معنا مشاهدين متبعينا الى هنا مشاهدين قناه شعب قناه شوف تيفي، نكتب هذا القدر على ان نلقاكم في مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.